لازم الوعي الانتخابي يبدأ يتعاظم في هذه الجزئية حتى نستطيع ان احنا نقدر قيمة الصوت الانتخابي، وان الصوت الانتخابي ده اصلا ملوش تمن بحال من الاحوال. طيب واذا كان المشهد زي ما احنا هنشوف كده بعد اذنكم الشباب، خلينا نحط الفيديو ده. ايه يا فندم؟ بص حضرتك يعني ده عيني عينك زي ما بيقول. ما دي حاجة يعني ده مش سر، ده يعني توزيع الفلوس مش سر؟ لا قصدي حاجة معروف معروف من يعني اول اصوات. بس هنا في نقطة استاذ ايمن، هنا في نقطة في المشهد ده، لا يوجد تأكيد على ان دول هينتخبوا الراجل اللي اداهم فلوس. يعني ممكن اللي بيدفع الفلوس دي حركة بقى، دي نقطة مهمة دي نقطة لانه مش بيدخل معاه العازل. يا استاذة ايمان، القاضي اللي قاعد في اللجنه مش من حقه يدخل العازل. بس ده كلام عن الظاهره يا دكتور، الظاهره موجود سواء كان هينتخب او مش هينتخب. قد تكون هو بياخد فلوس ولا ما بياخدش، قدامنا قدام عينينا بياخد فلوس. انا حسب الفيديو ده اذكر انها حاله، ما اقدرش اقول انها لا ده لسه ده في بقى يا فندم في يعني حلاوه المولد وده طابور. يعني اذا لم تستحي فافعل ما شئت، ده الطابور. يعني حتى المساله ما بقتش في الخفا ولا في الديره ولا في البدايه، ده في ناس بتروح تحط في حسابه في الفيزا كارد بتاعته مثلا او على مكنه الاي تي ام، يعني ليها 100 طريقه. وفي كباب وكفته يا فندم في الموضوع. لازم الناخب يدرك قيمه صوته ويعرف ان صوته ملوش تمام، ان صوته مؤثر جدا وممكن يقود واحد البرلمان للمقعد وممكن يغير. ده صحيح. هو شوف مساله الوعي. شوف استاذ ايمان حضرتك دلوقتي، لو احنا بنتكلم عن النظام الديمقراطي، الديمقراطيه هي النظام من نظم الحكم اللي بيعتمد على عامل الكم العدد، وبالتالي نظريا ممكن مرشح ينجح ويبقى عضو بصوت واحد. يعني لو احنا بنتكلم عن جولة الإعادة دي نظريا، ممكن واحد يبقى عضو في البرلمان المصري لأنه خد صوت زيادة عن المنافس بتاعه. احنا دلوقتي في التنافس بين اتنين. طيب يبقى واحد نظريا ممكن ياخد صوت إضافي، صوت زيادة فهينجح. أكتر من كده بس دي مش موجودة عندنا في الحالة دي، إنما في المطلق يعني ممكن حزب يصبح حزب حاكم بأغلبية مقعد واحد. هو ده عنصر الكم، وهو ده في رأيي يمكن اللي قد يساء استغلاله من البعض. ان بيدفع فلوس او بيدفع الحاجات العينية اللي حضرتك قلتي عليها وكده، ما دي نوع من الرشاوة. يعني الرشوة دي ممكن تكون مال وممكن تكون اشياء عينية. انا لما اودي له زيت ولا سكر ولا مش عارف لحمة ولا ايه، ما هي دي نوع من الرشوة. حتى يعني كان الدكتور صلاح بيتكلم دلوقتي، لا يوجد ما يضمن ان اللي خد الفلوس هيدي صوته للي اداله الفلوس. ده صحيح ده صحيح، انما يبقى المبدا او الظاهره ان هناك من ينفق اموال لاجل تحقيق غرض شراء الاصوات. سواء نجح في كده او ما نجحش، في جميع الاحوال الاموال انفقت فعلا. وعشان كده يعني انا يعني بقترح ان يبقى في طريقه للحساب وطريقه رادعه. ويتم إيه إثبات المتوقع يا فندم لحساب هؤلاء؟ لحساب المخالفين. طب يعني انا في رايي يعني اصل السكوت على هذا الامر طبعا هيخلق حاله بتكرار. وكمان هيخلق حاله من عدم الثقه ما بين المواطن والدوله بشكل عام. صحيح. يبقى ان تكون في عقوبات، يعني في رايي عقوبات رادعه في القانون. يعني من يثبت عليه انه بينفق الاموال لشراء الاصوات او للتاثير على اراده الناخبين يبقى يعني يشطب خالص.